مسجد في رام الله. فكنا في فكنت يعني أجهد أن أعظ الناس حقيقة وأن أتألفه. فكلما سلم الإمام من صلاة العصر أقوم سراعا حتى لا ينفض الناس، لأن المسجد في السوق، المسجد وين كان؟ وسط السوق. فأقوم سريعا وأبادرهم حقيقة فيما أظن أنه جلب للناس، يعني بآية ما أو بحديث أظن أن الناس يعني، فلا أجد منهم يعني لا قبولا ولا إنصاف. فمرة كنت يعني كما قال نوح عليه الصلاة والسلام، قال ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأصررت لهم إصرار ما خلى، فقلت بدي أجيهم بالحيلة. هذه سبقنا إليها وعلمنا إياها أبو هريرة رضي الله عنه. فوقفت، فلما سلم الإمام قمت وراء الإمام قلت السلام عليكم. قالوا عليكم السلام. قلت لهم معنا مال كثير ولا واحد تحرك. تصدق به رجل تفضل الله عليه من أهل المدينة، قلت لهم من أهل المدينة. قلت لهم آلاف الدنانير فقط أطلبوا 10-20 فقط أطلب، تالله ما خرج أحد من الباب. واللي كان يعني في ناس ما هو بيسلم ويجري، اللي كان قام بهاي الثواني لما أنا كنت رجع، تالله رأيت أثرياء بثياب الأثرياء واقفين. شوف كنت أتلو عليهم الآيات، وآيات مش أنا أقف يعني ورتل ترتيلا فقط، أتلو آيات واضح إنه كل يعني ذي قلب يقف يعني بده يسمع، ولكنهم هم. ثم أحضهم فأقول لهم رجل من أهل المدينة آلاف الدنانير، فقال لي والله الوحيد اللي كلمني يعني وجرؤ عليها شيخ كبير مش شاب يعني أراد أن يبني بيتا أو أن يتزوج، شيخ كبير. يا رجل أنت بشيبتك يعني أنت الأصل زي ما بيقولوا أجر في الدنيا وأجر في الآخرة، أنت الآن بتقول لي كما قال عليه الصلاة والسلام يشيب ابن آدم ويشيب معه خصلتان، حب الصلاة وحب الصيام. لا، قال الحرص والأمل، الحرص على الدنيا والأمل فيها. فهذا الشيخ وانا بقولهم آلاف الدنانير، قال لي طيب يعني خلصني يعني، وبعدين قال لي طيب يعني وين يسجل أسامينا مين بدهم، هلا هم لسه واقفين. فقلت لهم أما الرجل الذي تفضل الله عليه من المدينة محمد عليه الصلاة والسلام ما ترك دينارا ولا درهما ولكن ورث علما، من أخذ به أخذ بحظ وافر. شو فكرة؟ قالوا بدون ما يقولها بلسانه، قالوا تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ فواضح واضح انهم قالوا لي بحس علينا ولفوا وروح. انا كنت ارى يا شيخ الله حتى ندخل المسجد، حتى نزل من شماله، الغريب انه البسطات اللي على المسجد من شماله نعال، كلها بسطات النعال، غريب. انما جميعه بعيد عنك نعال واحذية كنادر على باب بيت الرب. لما دخل ايام المسيح عليه السلام عنده، دخل المسيح كان يدخل عليهم كما يرون على مساجدهم اللي هم يسموها الهيكل، فكانوا صيارف في البيت وبيعوا حمام وصيارف، فكان يقولهم هكذا المسيح لا تجعلوا بيت الرب تجارة، كان يشتغلوا وبيعوا وين فيه، والله يعلم من نحن ومن هم. فقال ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم، وين هذا؟ في الحج. قلنا تعالوا مرة في العمر مرة في العمر، قد يعني يكون عمرك 60-70 عليك حجة واحدة، فإذا جي لاحظ فليس عليك جناحا، بدك تشتري وتبيع اشتري وبيع. ليه بيقول لك اشتري وبيع؟ هذا أنت، احنا جبناك بالسلاسل تحج بالسلاسل يعني وإغراء، وعشان يحببنا النبي قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنها تنفي الذنوب والفقرة كما ينفي الكيرو خبث الحديد، انما تنفي الذنوب ما حدا راح يسمع، والفقر بسمع والله يا شيخ. كله الان اذا بتعتمر بتحج كتير صدق يقضي دينك، كلهم بنتبه
فيسارعون. اما يعني تنفي الذنوب يا اخي بصبح بستغفر، يعني لازم نطلع ونحول. احسن. ثم قال ليشهدوا منافع لهم على مثل هذا. فبالتالي يعني لما قال في اخر سورة الجمعة قال للصحابة ثم لنا نحن، قال اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يعني هذا اليوم الوحيد من الاسبوع مش الان، فذروا البيع فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هو يكلمنا ويعلم من نحن. طيب،